صباح الخير. بيصادف اليوم 8 أذار يوم المرأة العالمي، هو الحدث يلي غير مجرى الحياة وأكد المساواة بين الرجل والمرأة على الصعيد السياسي الاقتصادي والاجتماعي. مناسبة اليوم للتوقف على إنجازات حققتها النساء من بعد نضال طويل أثبتوا خلالهم أنهم رائدات بكل المجالات. فإذا كانت المرأة هي نصف المجتمع، لأن أم مقاتلة وشهيدة وأيضا أسيرة، من فلسطين إلى لبنان والعالم العربي وقفت المرأة بوجه الظلم والطغيان والاحتلال ونادت بالحرية. اليوم العالمي للمرأة مناسبة للمطالبة برفض قوانين الأحوال الشخصية التمييزية، مطالبة لحماية المرأة من العنف ومنح الحق بإعطاء الجنسية لأولادها وحقها بالمشاركة الفعالة بالحياة السياسية. وينعاد عليكم. باليوم العالمي للمرأة جردت حسابات بين الحقوق المكتسبة نتيجة نضال طويل والإجحاف اللاحق بالنساء بفعل العنف المتمادي. فإذا بهالإطار نحن بإطار اليوم العالمي للمرأة وبمعركة النضال السياسي ومواجهة القمع والاحتلال والإرهاب، كانت المرأة بالصفوف الأمامية. والإعلامية الدكتور مي شدياء بتبقى رمز للنساء الرائدات بصفوف المواجهة. وبهالنهار العالمي نظمت مي شدياء فاونديشن مؤتمر سنوي بأوتيل فينيسيا تناول دور المرأة وإمكانياتها بمواجهة مختلف التحديات. تقرير بيلقي الضوء للزميلة بشرى عبيد، منتابعه سوا. لأنهم قادرين يواجهوا ويكونوا بالصفوف الأمامية، ولأنهم نص المجتمع والنص الثاني هن بيعدوا نساء رائدات، اعتادوا أنهم يكونوا على خطوط المواجهة، قدموا تجربتهم وقصصهم بمجال القيادة والتغيير والاستدامة بمختلف القطاعات. بالمؤتمر السنوي لمؤسسة مي شدياء بنسخته الخامسة، حيث جمع شخصيات سياسية واجتماعية وإعلامية. بس لازم كل يوم يكون نهار للمرأة، لأنه المرأة هي نص المجتمع وهي القدوة وهي اللي فيها بإيد تمشي البيت وبإيد التاني تمشي المجتمع. معلش يعني بدنا نعطيها القوة اللي بتستهلها. وكل سنة عم بيتغير الموضوع شوي حتى يسلط الضوء على قصص ونجاحات حقيقية ويقدر يغطي أكبر عدد من المجالات والاختصاصات، لأنه المرأة ليست فقط نصف المجتمع ولكن أيضا مؤثرة على النصف الآخر بشكل كتير كبير. مؤمن كتير أنه المرأة on the front، مش بالمواجهة بس، المرأة قدام لحتى تحكي، لحتى تكون جريئة، لحتى تدافع، لحتى يكون عندها أفكار منتجة. المؤتمر بطياته قضايا سياسية اقتصادية واجتماعية وأسماء نسائية دخلت ضمن النضالات والتضحيات، بالإضافة لحلقات حوارية متعلقة بقصص واقعية تميزت بوجود الفتاة اليزيدية اللي واجهت الأنظمة المتشددة، ونساء كانوا خير مثال للعطاء والجهد الدؤوب. وصلنا كلنا عم نحارب، عم ندافع عن حقوقنا، عم نسعى انه هي كانت مثل حامله الراية قدامنا ونحن عم نلحقها. صراحه كثير مقصره الدوله معنا مع المراه اللبنانيه. انا على مدى 25 سنه من العمل الاعلامي كنت دائما اسعى الى وضع النساء تحت الضوء والاضاءه على نساء مميزات. هي قوه فعاله بالمجتمع اللبناني، وقوه فعاله لانها عم تشتغل تحت الواجهة أكثر من ما تكون عم تشتغل يعني كبراكز كتير كبيرة. أوكي منتابع.
انطلاقا من أهمية تعزيز حماية المرأة، انعقد المؤتمر الوطني حول الاستجابة المتعددة القطاعات تعزيزا لحماية النساء من تنظيم منظمة أبعاد بالتعاون مع UN Women وبرعاية وزارة شؤون المرأة بأوتيل موفنبيك. المؤتمر تخلله جلسات مناقشات وصدر عنه توصيات جديدة، وكل التفاصيل مع زميلتنا رولا أمين الدين بهالتقرير. آذار محطة سنوية منتوقف عندها تكريما لجهود المرأة ودورها بكافة الأصعدة والقطاعات. ولهالمناسبة نظمت منظمة أبعاد وبالتعاون مع UN Women وبرعاية وزارة شؤون المرأة ووزارة شؤون الاجتماعية المؤتمر الوطني حول الاستجابة المتعددة القطاعات تعزيزا لحماية النساء والفتيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي بلبنان. بالرغم من تبدل الوعي عند النساء، ولكن الثقافة العامة السائدة في المجتمع ما زالت ثقافة تتساهل مع ارتكاب العنف ضد النساء وتشجع على إفلات المرتكب من العقاب. نحن في عنا قوانين، يعني مثلا القانون 293 عنا بعض النصوص القانونية يلي إذا فتشنا عليها بنلاقيها أنه ممكن تحمي الورقة، ولكن للأسف معنا الآليات الكافية لتطبيق أو لحماية المرأة من العنف بصورة عامة. اليوم بمؤتمرنا عم نهدف بإطار أنه تكون كل المخرجات يعني عم بتتقدم من أوراق العمل بالقطاعات المختلفة المعنية أو يلي بتتقاطع بمجال العنف ضد المرأة، نكون عم نخدها بصياغة خطة وطنية للقضاء على العنف ضد المرأة وصياغة وطنية لتحسين واقع النساء بلبنان. وهلأ في أمل، أنا أشرت له أنه في وزارة لشؤون المرأة بركي بتنسق كل هالتغييرات القانونية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، بركي بكون في دفع إيجابي أكثر إن شاء الله. المؤتمر جلسات ومناقشات لتعزيز دور المرأة بالقطاع الصحي وقطاع الخدمات الاجتماعية والعدل والقضاء وقطاع الأمن والتربية والوقاية الأولية. فكان اللقاء بين الجمعيات المختلفة بأوتيل الموفنبيك للخروج بتوصيات جديدة تحمي المرأة من كل أنواع التهميش والتعنيف. كل جلسة مختصة بقطاع محدد حيكون في أوراق عمل علمية عم تتقدم ويستخرج منها توصيات عملية كله كرمال تحسين نوعية حياة النساء والفتيات في لبنان وتعزيز حقهم بالعيش بكرامة. بنفس الوقت نحاول إيجاد خدمات متعددة القطاعات للاستجابة السريعة للمرأة المعنفة، وبالتالي هالطاقات الموجودة لدى المرأة لا تكون محصورة بالشأن النسائي، لا بل هذه الطاقات يستفاد منها على مستوى صنع القرار وخاصة مؤسسات الدستورية بالمجلس النيابي وبالحكومة. الموضوع هو موضوع مجتمع مفروض يقدر يتخطى العقبات اللي عنده إياها من سواء القوانين أو العادات الاجتماعية لتأمين مساواة بين النساء والرجال على جميع الأصعدة بما فيها صعيد الصحي، إذا نحن عن جد عندنا النية أنه نتقدم كمجتمع بلبنان.